تعرضت مناطق شمال غرب سوريا في الأيام الماضية لحملة عنيفة جدا ومنهجي من قبل قوات النظام وحليف الروسي، استخدم فيها جميع أنواع الذخائر منها المحرمة دوليا مثل النابالم والعنقودي. العنقودي الذي أصبح منتشر الآن بيناتنا في مجتمعاتنا والذي يعد خطير جدا بسبب أثره طويل الأمد والذي يمكن أن ينفجر في أي لحظة، وللأسف أغلب ضحايا قنابل العنقودي هن الأطفال. نحن كفرق دفاع مدني نقوم بواجبنا الآن من خلال تكثيف عمليات المسح والإزالة بالإضافة لعمليات التوعية لإخوة المدنيين، ومن خلال بلغنا عن وجود أي جسم غريب أو مشبوه نقوم نحن كفرق دفاع مدني بإتلافه، وبالأخير نوصل مجتمع آمن خالي من الذخائر الغير مفجرة. وبالنهاية بتمنى لكم الأمن والسلام.